انتعشت مسارح مملكة البحرين بشكل لافت خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. نعم، فقد ضمت المسارح عددا من المسرحيات الهادفة والحفلات الغنائية التي أحياها كبار الفنانين البحرينيين والخليجيين. نشاط ملحوظ للمسارح البحرينية وتفاعل متبادل من قبل الجماهير المحلية والخليجية التي توفدت إلى هذه المسارح بكل لهفة للاستمتاع بالعروض الفنية الحية الشيقة وعيش أجواء العيد بطابع مختلف. المسارح الأهلية والخاصة كانت مستعدة بشكل احترافي لاستقبال الجمهور من خلال تنظيم عدد من المسرحيات الهادفة التي سيطر عليها الطابع الكوميدي الاجتماعي الموجه لمعالجة بعض القضايا. يؤكد المسرح البحريني في كل عام وموسم الرسالة الثقافية التي يحملها في مختلف مجالاته باعتباره أداة توعوية. كما واحتضن المسرح حفلات غنائية مميزة أحياها كبار الفنانين البحرينيين والخليجيين الذين قدموا أجمل الأغاني القديمة والجديدة لينعشوا ذاكرة بعض الجماهير بأجمل الذكريات ويتجددوا مع الآخرين. مسارح العيد تقليد قديم دأبت المسارح الأهلية على تطويره وأضفت عليه المسارح الخاصة لمساتها المميزة ما ساهم في خلق توازن ثقافي متجدد بين الماضي والحاضر.